معنا حالة جاتنا من ولاية الطارف، هو للشابة والطفل قويدر آدم اللي يعاني من شلل نقدر نقوله رباعي، وهذا الشلل اللي خلاه ما يتحركش من بلاصتو اللي خلاه طريح الفراش. قال لي ما قدرت ندير حتى شي، ما قدرت نعيط، قعدت غير حل عينيا في الماء يشرب في الماء 10 دقائق يشرب في الماء. كان كيما عادي يعني يلعب كيما الدراري كل، مازال تما صغير شويه 16 يعني سنه، مازال يلعب مازال في ليله ونهار راح يعني راح يتفرهد. التجربة هذه صغيرة اللي عندي في الحياة هذه الجمعوية، شفنا أنه كان اللي مشاو للخارج وعالجوا بأموالهم، يعني ما عالجوش وبالعكس زادوا يعني ضعفوا المرض تاعهم. يعني ربما كان عنده أحلام طموح يشوف أصحابه، ما راهوش يعني كبير المستوى أو واعي اللي يقدر، ربما يقدر يكون إيمانه كبير إيمانه قوي. ربي سبحانه ومدلي القوة باش نقعد واقفة كيما هكا، عقبت يعني وقت صعيب مش يسهل. خلاص مانيش حابه نحكي على الحاله، راني حابه الحاله هي بذاتها تحكي. كي دخلت تما صابت كل شيء، كل شيء شاعل فيك، كل النار شنو كليتني. بصح بار لاج ذراعها مرض، وقع لها انفيكسيون ولا يصير بالقيح والدم. ناقل على كلمه كشغل كي دخلوني مشي كل صباعي يلوه وحده ولا ديروا بونداج في مره. احنا والله انا استقينا منك، راني نستمد القوه والشجاعه، وخاصه نقول لك انا بالنسبه لي راكي ايه في الصبر والحمد. شوفي نحلو كهنا نديروا لك هاك، وليت شغلي عندي شغل عندي حاجه في قلبي نخاف كي يذكروا لي حاجه. ما شوفي مالغري ما نعقلش على روحي كي كنت، بصح دروك راهي كبرت معايا هذيك الحاجه تاع الخوف. نتمنى ان شاء الله حتى لو كانت تعيش يوم وتحقق حلمها باعضائها، وكما نقول لك ان شاء الله كما قالت الاخت طيب لنا قهوه ونجي نشربوا قهوه وايضا وتاكل بيدها. ما نبغيش وحده تنظر فيك نظره، سيرتو كي تقول لك يا ربي مسكينه شكون اللي يوكلك شكون اللي يعطيك منها، كيفاه ما هذيك اللي ما بغيتهاش. نتمنى ان شاء الله انه هذا العلم وكل ما هو حديث يلحق الوقت وين يكون هنا في الجزائر باش نختصر الطريق.